الكرة الأخيرة. زين برضواني، زين برضواني تسديدة ممتازة، فرصة الهدف، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. وبأي طريقة وبأي تسديدة وبأي روعة من زين برضواني، زين برضواني خورخي فيلدا رودريغيز المدرب الإسباني، رهان قوي خورخي فيلدا اللي صرح بأنه يعرف المنتخب الزامبي بشكل كبير، وسبق له أن واجهه خصوصا لما كان كيقود منتخب إسبانيا. أكيد أنه غادي يحضر فيها الضغط النفسي لقيمة الحدث، خصوصا الألعاب الأولمبية، كل منتخب يريد الحضور لهذا الحدث الكبير، والكرة الآن لفائدة المنتخب الوطني المغربي. كانت كرة طويلة، تدخل ياسمين مرابط، لابد من إبعاد الكرة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، تسديدة، تدخل الحكمة، تدخل ضربة مرمى أو لك زاوية. نحن لك تججد لعباد المنتخب الزامبي، مطالبة بلمسة يد، الحكمة تطلب من لعبة باربارا باندا أنا ما كان أي شيء، وبالتالي لازم مواصلة اللقاء. إذن الركنية أولى لفائدة منتخب زامبيا. تابع مرة أخرى، لاحظوا القوة البدنية، دخول داخل منطقة الجزاء بواسطة راتشيل كوندانانجي، لكن تدخل بشكل كرة على مستوى الجهة اليسرى. راتشيل كوندانانجي، راتشيل مراوغة خطيرة داخل منطقة الجزاء، لابد من إبعاد الكرة، إبعاد الكرة من طرف زين برضواني. مواصلة اللعيبة بريسكا تشيلوفيا، تشيلوفيا رفعت الكرة، حذر من هذه الفرصة الخطيرة لفائدة المنتخب الزامبي. كانت الرأسية، ولكن المنتخب الزامبي غزلين الشباك، تمنى عند فاطمة تاغناوت، فاطمة تاغناوت فرصة تسديدة ولكن مشت فوق المرمى. جديدة كانت تحاول ترجع، هذه فرصة في تاغناوت، وفاطمة تاغناوت تسدد، وتدخل يونس ساكالا، كرة في الجيب غزل الشباك، ممتازة لإيمان سعود، إيمان سعود إمكانية العرضية، إيمان سعود رفعت كرة، هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، تدخل ديال يونس، إمكانية تسديد، فرصة وإبعاد الكرة، تسديدة قوية، تدخل وإبعاد الكرة، كانت شرط فاطمة تاغناوت رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الخروج، هذه فرصة، فرصة تسديدة، كرة مرت جانبا، فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. النقاش التي تسدد، ولكن الكرة ما كانتش مؤثرة، كتمشي جانبا من القائم الأيمن ل مرمى منتخب زامبيا. نحن كذلك المتابع، هذه محاولة خطيرة لفائدة المنتخب الزامبي. نحن هذا الباع مازال سقطة، كانت كرة مباشرة خطيرة، خطيرة هذه الفرصة. نحن هنا التمريرة مشات مباشرة ثم ردة فعل وإبعاد الكرة خارج أرضية الملعب والزاوية لفائدة المنتخب الزامبي. كانت محاولة بواسطة اللاعبة إستر باندا لفائدة منتخب زامبيا. كانت الكرة دائرية في القائمة الثاني، تدخل دائما لفائدة المنتخب الزامبي، هناك خطأ أو الحكمة تعلن عن ضربة جزاء. الحكمة يعني أمام الدهاش الجميع، كارين فومو تعلن عن ضربة جزاء لفائدة منتخب زامبيا. هذا هو يتخوفنا منه، يعني حتى منتخب زامبيا يعني مشاو لعب الكرة كأنما يعني ما شفنا أي شيء. فقط علين ماري اللي شافت الخطأ، وإنذار لغزلان شباك ضد مجريات اللقاء. أنا نتابعوا يعني كان تحرك ديال اللاعبات، ما عرفش صراحة كيفاش اللي شافت علين ماري هاد ضربة الجزاء. ماري على إن ضربة الجزاء تمنى خديجة ربيجي أنه تصدى لهذا ضربة الجزاء. بريسكا تشيلوفيا اللي كتساعد لتنفيذ هذه ضربة الجزاء لفائدة منتخب زامبيا، ضربة جزاء خيالية. بريسكا تشيلوفيا وخديجة عربيجي، بريسكا تساعد، بريسكا وتدخل الحارسة، وأكيد بأن قلت بأن ضربة جزاء خيالية بين المنتخبين. نتابع مرة أخرى، نحضر المتابعة ديال خديجة عربيشي، كان بطريقة ممتازة ثم للمرة الثانية كان هناك تغطية من طرف زين برضواني، تضيع هذه الفرصة وتضيع هذه المحاولة. تعبت لكن تبعوا لما كاين اي احتكاك. لاحظوا تغطيه العوده كذلك ديال نجاة بدري، كره في جيل وصل التمريره داخل منطقه الجزاء، محاوله خطيره، خطيره في ذات المنتخب الزامبي، لابد من ابعاد الكره، لابد من ابعاد الكره، ممتازه فيروت، مراوغه ممتازه، مرتد هجومي في ذات المنتخب الوطني المغربي. فاطمه تاغناوت امكانيه التمرير، هذه فرصه، فرصه الهدف، فرصه الهدف، فرصه الهدف، وتضيع فرصه الهدف، كان بامكان تسجيل الهدف الاول في ذات المنتخب الوطني المغربي. ابتسام اجريدي كان في رد بالحارسه يونس كان مرض الفرصة. نتابع مرة أخرى، لا أعتقد أنه كان هناك تسلل بتاتا على ابتسام جريدي، كان بإمكانات تقوم أي شيء.
اللي دخلت في الكرة الأخيرة. زين بردواني، زين بردواني تسديدة ممتازة، فرصة الهدف، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. وبأي طريقة وبأي تسديدة وبأي روعة من زين بردواني. زين بردواني تتمكن من وضع الكرة في الشباك، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الفرحة الكبيرة، ولا أجمل ولا أروع. زين بردواني مراوغة بتسديدة، لاحظوا تعانق الشباك، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. وكان أفضل ما يمكن نهيو بهذه الجولة الأولى إلا أن نتابعوا هدف بهذا الشكل وبهذا الطريقة وبهذه الجمالية. ممتازة زين بردواني، ممتازة اللاعبة، لاعبة الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي. إذن تقدم للبوءة الأطلس، تقدم للمنتخب الوطني المغربي. والدور النصف النهائي هزم أمام منتخب جنوب أفريقيا. فاطمة تاكنو ترفعت كرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة، فرصة إمكانية تسديد تسديدة، تدخل الدفاع وإبعاد الكرة، كان تسديدة بواسطة نجات بدري، هذه فرصة، تضيع فرصة، تضيع فرصة، كان ثاني حامي أتجيني فتبعنا تسديدة نجات بدري، تدخل الدفاع لحظة خطأ على المستوى إبعاد الكرة. وابتسام أجريد من جديد عند اللاعبة باربرا باندا، محاولة خطيرة، خطيرة لفائدة منتخب زامبي، وخديجة ربيشي في المكان المناسب، خديجة ربيشي في المكان المناسب التي تسدد، وخديجة ربيشي في المكان المناسب. وإن كان كذلك كان تدخل ديال ياسمين مرابط، سنتابع مرة أخرى. لاحظوا التمريرة كانت طريقة جيدة، هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، إمكانية التمرير عند جزء الشباك، تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة الهدف، فرصة الهدف، تدخل، تدخل يونس سكر دائما فاطمة تاكناوت، تاكناوت رفعت الكرة ولكن كانت سهلة عند الحارس يونس، بالإضافة لإمكانياتها التقنية وكذلك إمكانياتها البدنية. محاولة لفائدة المنتخب الزامبي، تسديدة خطيرة وبنفس الطريقة، بنفس الطريقة المنتخب الزامبي. تابعوا التبديل الزاويه، لاحظوا في نفس المكان وبطريقه بنفس المراوغه، تسديده في نفس كذلك الزاويه، هنا نسخه كربونيه لهدف زين بردواني. صراحه هدف راتشيل كوندانانجي كيبنى هدف تعادل لفائده المنتخب الزامبي. نتمنى انه هدف ما اثرش على المعنويات ديال لاعبات المنتخب الوطني المغربي، لانه قايمين بمباراه جيده على بعد عن اقل من 20 دقيقه على نهايه الوقت الاصلي للقاء وللمواجهه. إذن هناك وضعية تسلل، خديجة ربيشي كطلب من اللاعبات بأنه ياخذوا المكان، وكذلك تكون هناك حراسة فردية على كل لاعبات منتخب زامبيا. فرصة والهدف، هدف لفائدة منتخب زامبيا، هدف بواسطة اللاعبة نيتشومو مويمبا، لاعب مويمبا. سنتابع من جديد هذه العملية، رفعت الكرة، يعني رغم أنه كان هناك جوج ديال اللاعبات ولكن ما كانش هناك رقابة، كانش هناك رقابة على اللاعبة نيتشومو مويمبا اللي تمكنت من تسجيل الهدف. إذا التعادل الآن هدف لمثلي بين المنتخبين. نيتشومو لفاطمة تاكناوت، الحكمة لم تعلن أي شيء. تمنى من زين بردواني مرة أخرى، فاطمة تاكناوت فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، إمكانية الدخول داخل منطقة الجزاء، فرصة للمنتخب الوطني المغربي، إمكانية تمرير لتعادل، فرصة رودزيلا تتمكن من تسجيل هدف ثاني وهدف انتصار لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تمريرة ممتازة من الجهة اليمنى، رودزيلا في المكان المناسب، تضع الكرة في الشباك وهدف ثاني، فرحة كبيرة، فرحة إنسيرية، هدف انتصار، هدف الفوز لفائدة المنتخب الوطني المغربي. صراحة العرض اللي قدمه المنتخب الوطني المغربي يستاهل هدف ثاني، يستاهل انتصار في هذه المباراة. نتابع هذه المحاولة داخل منطقة الجزاء، تمريرة تمريرة ديال فاطمة تاكناوت، دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة رودزيلا لاعبة توتنهام بطريقة ممتازة، بطريقة ذكية تغالط الكل وتضع الكرة في الشباك، هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، سيكون إن شاء الله هدف الانتصار. إذن تقدم للبوءة الأطلس، تقدم للمنتخب الوطني المغربي.